Evradı Kutsiye. Şah-ı Nakşibend'in kutsi bir evradıdır ki Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan alemi manada ders almış. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme entel melikül hayyül kayyumul hakkul mubin ellezî lâ ilâhe illâ ente ente rabbî kalaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdik وَبَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُو لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُو بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ يَا غَفَّارُ يَا غَفُورُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانك يا عظيم المعظم سبحانك يا قيوم المكرم سبحانك يا باعث Subhaneke ya varith, Subhaneke ya kadir, Subhaneke ya muktedir, Subhaneke ya alimes sirri vel khafiyyat, Subhaneke ya ba'ithe men fil cedaleti vel müsmekat, Subhaneke ya ma'bude cemi'il halaik, Subhaneke ya mukaddiral vecdi ve savafik, Subhaneke ya men la tadra'u aleyhil afat, سبحانك يا مكون الأزمنة والأوقات على قدرك وتعاليت عما يقول الظالمون علبا كبيرا سبحانك يا معتق الرقاب سبحانك يا مسبب الأسباب سبحانك يا حي يا قيوم الذي لا يموت سبحانك يا إلهي وإله الناسوت خلقتنا ربنا بيدك وفضلتنا على كثير من خلقك فلك الحمد والنعمة ولك الطول والآلاء تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك وأنت الآخر فلا شيء بعدك وأنت الظاهر فلا شيء يشبهك وأنت الباطن فلا شيء يراك وأنت الواحد بلا كثير وأنت القادر بلا وزير وأنت المدبر بلا مشير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب سبحانك يا من احتجب في الأولى عن جميع البراء سبحانك يا من تردى بالوقار والكبرياء سبحانك يا مالك جميع الأشياء سبحانك يا من تعزز بالقدرة والعلا ويا من يعلم ما في الضباخ السبع والحسنى ويا من يعلم ما يتلجلج في الصدور والأحشاء ويا من شرف العروض على المدن والقرى سبحانك يا من يعلم ما تحت الجبوب والثرى سبحانك يا من تعالى ولطف عن أن يرى تباركت ربنا وتعاليت لا رب غيرك ولا قاهر سواك اللهم أنت المنعم المفضل المقيل الشكور وأشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أنت ربي ورب كل شيء فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة العلي الكبير المتعال طه طاسين ميم
طاسين ياسين حميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته ولا منازع له في جبروته ولا شريك له في ملكه سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بمثلاتك وعافنا قبل ذلك يا أرحم الراحمين سبحان الله الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجلال والجمال والكمال والبقاء والسلطان والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت أبدا باقيا دائما سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم علمنا من علمك وفهمنا عنك وقلتنا بصمصام نصرك اللهم اجعلنا لك شاكرا ولك ذاكرا ولك راهبا ولك مطواعا ولك مخبتا وإليك أواها منيبا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد مقاولنا واسلل سخيمة صدورنا وأذهب الذحل والران والإحنة من قلوبنا اللهم إنا نعوذ بك من جداع الفجأة ومن حرك المأنوسة ومن الإلحاد والغرة ومن الجم والعنة ومن الأمور المطمرات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تدخلنا وتبلغنا به إلى خضيرة القدس ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا والآخرة واحشرنا مع خير الأشاوذ ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا واغفر خطايانا واكشف رزايانا واشف مرضانا ونبر جؤشوشنا واقض أوطارنا وارحم ناجلينا ولا تجعل العاجلة أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ودنيانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا
وارزقنا وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها روعنا وتلم بها شعثنا وتجمع بها شملنا وتشفي بها مريضنا وتزكي بها أعمالنا وأوقاتنا وتلهمنا بها رشدنا اللهم إنا نسألك بصمدانيتك وبوحدانيتك وبفردانيتك وبعزتك الباهرة وبرحمتك الواسعة أن تجعل لنا نورا في مسامعنا ونورا في أعيننا ونورا في أجداثنا ونورا في قلوبنا ونورا في حواسنا ونورا في نسمنا ونورا من بين أيدينا اللهم زدنا علما ونورا وحلما وآتنا نعمة ظاهرة ونعمة باطنة حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله الكريم لما أهمنا حسبنا الله الحليم القوي لمن بغى علينا حسبنا الله الشديد لمن كادنا بسوء حسبنا الله الرحيم عند السام حسبنا الله الرؤوف عند المسألة في الجدث حسبنا الله الكريم عند الحساب حسبنا الله اللطيف عند الميزان حسبنا الله الحكيم عند الجنة والنار حسبنا الله القدير عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم مرحبا مرحبا بالصباح وباليوم الجديد وبالإبان وبالفينة السعيد وبالسافر والشهيد اكتب لنا ما نقول بسم الله الحميد المجيد الرفيع الودود المحيط الفعال في خلقه لما يريد وهو أقرب إليه من حبل الوريد أصبحنا بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ولسم الله في الألوهية جاحدا وعلى الله متوكلا نشهد الله ونشهد ملائكته وكتبه وأنبياءه وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن الحوض حق وأن الشفاعة حق وأن منكرا ونكيرا حق وبعدك حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في الكبور على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث غدا ولا نرى عذابا إن شاء الله تعالى اللهم إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا أوزارنا الكبائر واللامم وإنه لا يغفرهما إلا أنت واهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك نستغفرك ونتوب إليك آمنا اللهم بما أرسلت من رسول وآمنا اللهم بما أنزلت من كتاب فصدقنا اللهم املأ أوجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا اللهم اجعلنا لهوما وظلفا ولا تجعلنا ظنينا وعمينا ونميما ونفاجا وداحسا اللهم إنا نعوذ بك من الهبرمة والجأوة ومن العتب والقطربة والخيلولة والفيهج والرتع والعتل والرماء والفتنة التهماء والمعيشة الضنكاء
اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأبسطه فلاحا وآخره نجاحا واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان. اللهم اجعل أوله رحمة وأبسطه زهادة وآخره تكرمة. اللهم ارزقنا من العيش أرغدا ومن العمر أسعدا ومن الرزق أوسعا. اللهم اعف عنا بعفوك واحلم علينا بفضلك. سبحانك اللهم بحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عز جارك وجل ثناؤك ولا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إله غيرك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود. سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف. سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور. سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور. اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا، فإنك أنت الله الذي ارتفعت عن صفة الجبل صفات قدرتك، ولا ضدت شهدك حين فطرت الماروش، ولا ندت حجزك حين برأت الحوابات. اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع، ومن جنان لا يفزع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يقبل، ومن علم لا ينفع، ومن قول لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن عواد الماعون. اللهم فهمنا أسرار قرآنك، وألبسنا ملابس أنوارك، وأغمسنا في راموز اللطائف، وأفض علينا من عوارف المعارف. يا نور الأنوار، يا لطيف، يا ستار، نسألك أن تصلي على سيدنا محمد نبراس الأنبياء ونير الأولياء وزبرقان الأصفياء ويوحي الثقلين وضياء الخافقين، وأن ترفع وجودنا إلى فلك العرفان، وأن تثبت شهودنا في مقام الإحسان. يا الله، يا نور، يا واسع، يا غفور، يا من السماء بأمره مبنية والغبراء بقدرته مدحية والشواهق بحكمته مرسية والقمران بفضله مضيئة، نسألك باسمك الذي ترقرقت منه الخنس والأزهران وتجلجلت منه العنان حرزا مانعا ونورا ساطعا يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. طاسين ميم، ونعوذ بالله العلي العظيم من المعازف والعظة والمحظور والمماحلة والغمار ومن كيد الفجار ومن حوادث العصران ومن شر الأجران. يا حفيظ احفظنا، يا ولي يا والي، يا علي يا عالي، يا من لا إله إلا هو، لا يعلم أحد كيف هو إلا هو. يا الله، يا حي، يا قيوم، يا حق، يا واحد، يا أحد، يا صمد، يا وهاب، يا فتاح، يا محيي، يا مميت، يا قهار، يا سلام. سلام قولا من رب رحيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم،
Huvallahu lezî lâ ilâhe illâ hu el melikul kuddûsus selâmul mü'minul müheyminul azîzul cebbârul mütekebbirul hâliqul bâriul musavvirul gaffâr el mübdiul mu'idul berrul muhsir rezzâkul kâbidul bâsitul khâfidul râfi'ul mu'izzul müdillul mukîtus sâdikul bâkir raûfun nâfi'ul dârul mühlik المقدم المؤخر العفو الغني المعني المنتقم التواب السميع العليم البصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير يا دائما بلا فناء يا قائما بلا زوال يا مدبرا بلا وزير سهل علينا وعلى أبوينا وعلى جميع طلبة النور المؤمنين والمؤمنات كافة كل عسير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان ربي العلي العظيم الحسيب الحكم العدل الرقيب البازخ الشامخ المجيب الغني الرشيد الصبور الجليل البديع النور المكسد الجامع المعطي المانع لا إله إلا الله الوكيل الشهيد لا إله إلا الله المتين المجيد لا إله إلا الله الواحد الوالي لا إله إلا الله الماجد المتعالي أعددنا لكل هول لا إله إلا الله ولكل رغس الحمد لله ولكل رخاء الشكر لله ولكل عجوبة سبحان الله ولكل لزن حسبي الله ولكل إثم أستغفر الله ولكل شجب ما شاء الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل مصيبة إنا لله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله ولكل شجب استعنت بالله اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وأنبياءك وجميع خلقك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت خير الراحمين بسم الله الشافي هو الله بسم الله الكافي هو الله بسم الله المعافي هو الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين إن كل نفس لما عليها حافظ نعم الحافظ الله يا حافظ احفظنا من كل شر وضر ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية
يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أم أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف اكفنا وارحمنا هو الله القادر القاهر الظاهر الباطن الفاطر اللطيف الخبير قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير
Ya Hannanu ya Mennanu ya Bedi'as semavati vel ard ya Hayyu ya Kayyum ya Zel Celali vel İkram. Nes'eluke bi'izamil lahutiyyeti en tenkule tiba'ana min tiba'il beşeriyye ve en terfa'a mühecena ma'a melâiketikel ulviyye. Ya muhavvilel havli vel ahvali, havvil hâlenâ ilâ ehsenil hâl. Sübhaneke Allahümme bihamdike eşhedü en la ilâhe illâ ent. أستغفر لك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من البرية ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء صلاتك التي صليت بها عليه وعلى آله وصحبه وعترته مثل ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أعطنا كل خير وأعذنا من كل شر. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار مضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بحق كلامك القديم ورسولك الكريم وبحق جميع الأنبياء والمرسلين وبحرمة الأوراد القدسية وما فيها من الحقائق يا قاضي الحاجات ويا دافع البليات ادفع عنا البلايا وارزقنا وأستاذنا ووالدينا وطلاب النور بحسن الخاتمة. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Evrad-ı Kutsiye.